صوتكم عطاء وقمرة يسبق الزين. يجرح الحال تحلون أمر بعد معين في فرقة وحرمان بعد معين في البيت ومن كل شمطان. توافق إن ابنتك تتزوج من مسلم؟ ثانيا هل توافق إن ابنك يعتنق الإسلام علشان يتزوج من فتاة مسلمة؟ أول قسم أن تتزوج ابنتي بنتي من مسلم جوليت. طبعا ما عنديش أي مشكلة لأني أنا كنت هتجوز من مسلم وبعدين اهلها اللي رفض. انا كنت هتجوز من مسلمة واهلها هما اللي بعدين حسوا انه وانت يا بليز راح ممكن يصير في ضياع. كنت هتعلن اسلامك ولا زواج مدني؟ لا كنا مالك ومالي كل واحد هيتجوز على دين. السؤال زواج مدني. سؤال تاني هل تقبل انه ابنك يعلن اسلامه علشان يتزوج من فتاة مسلمة؟ لا لا لا. ليه؟ لانه انا مع ابني يعلن اسلامه اذا كان مقتنعا في الاسلام. اذا نور قرر اذا كان يعلن اسلامه تيتجوز؟ لا. لكن اذا كان اقتنع في الاسلام واقتنع في ان يكون هو مسلم لانه اقتنع في هذا الدين وما يتضمنه هذا الدين نعم ولن اجادل في الموضوع. اما يعتنق الاسلام او اي ديانة اخرى في كمان نحن عندنا دلوقتي بنغير ضمن المسيحية من مذهب الى مذهب الى مذهب علشان نتجوز او علشان نطلق. لا طبعا ارفض رفضا. كنت هتزوج مسلمة لكن ما حصل. شوف هنا سؤال بيطرح نفسه، هو ينفع النصراني وانت مسيحي؟ امبراطور الارض بس خلاص يا بنت هديك. لا لا ايه بلح البنين لا يطرح الكلاب ابدا. ابني حبيبي صدقني اتحيرت عليها قلت لها ده عمال يناديني ويناديني 24 ساعة 48 ساعة كمان. يتزوج مسلمة؟ الجواب لا. طيب إذا كان لا يجوز للنصراني أن هو يتزوج مسلمة فرجوا على شلاضيمو. شلاضيمو ده جامد قوي. شلاضيمو ده جامد خالص يعني. وبعدين ما اسموش شلاضيمو بس اسمه كلم مين غير قلبك. قلب معين طبعا. لكن فلماذا يجوز للمسلم أن ينكح الكتابية اللي هي اليهودية والنصرانية؟ فيه هنا تفريق عنصرية. ليه المسلم ينفع يتجوز مسيحية والمسيحي ما ينفعش يتزوج مسلمة؟ هنا فيه مشكلة في التشريع الإسلامي. لازم توضحوا لنا الجزئية دي. لازم نقتنع بالإجابة. أولا فيه إجابة للمسلمين هقولها الأول. في إجابة للمسلمين ولغير المسلمين إجابة كده عقلية دي هتقنع الجميع. أولا يجوز للمسلم أن ينكح الكتابية اليهودية والنصرانية. والدليل هو قول الله تبارك وتعالى هم وهن. فالأصل أن المسلم لا يتزوج إلا المسلمة. فهنا إذا تزوج المسلم من الكتابية التي أحلها الله تبارك وتعالى يكون يحترم نبيها بل ويؤمن بنبيها. في هذه الحالة يكون في هنا يعني وئام وانسجام ومودة ورحمة في البيت. بخلاف العكس المرأة المسلمة إذا تزوجت من اليهودي أو من النصراني هو لا يؤمن بنبيها. ففي هذه الحالة سيكون هناك يعني عدم استقرار في البيت لأنها تشعر أنه لا يحترم نبيها أو لا يؤمن بنبيها. فالمؤمن يحل له الكتابية اليهودية والنصرانية لأنه يؤمن بجميع الأنبياء.
أما العكس فلا يباح للكتاب اليهودي والنصراني أن يتزوج مسلمة.